الحقيقه يعني واحنا بنتكلم على ده، وامبارح وانا بتكلم مع السيد محافظ اسوان وبتكلم مع مدير اداره الازمات بمحافظه الاقصر، وكنا بنقول ان زمان لما كانت بتحصل السيول الشديده دي خصوصا في الصعيد، ودايما بيبقى في قرى في شرق النيل، القرى دي بتبقى معظمها مبني بشكل غير منظم، بتبقى موجود معظم هذه القرى في مخرات السيول. فلما الامطار الشديده بتيجي من سلاسل الجبال او تهطل على سلاسل جبال البحر الاحمر، فكانت وهي بتنزل من شدتها من جبال البحر الاحمر، فكانت بتجرف قدامها قرى باكملها. وشفنا كوارث يعني من يمكن 15 20 سنه بالكتير، شفنا حادثه او اتنين بهذا الشكل، وكانت ماساويه، وكان راح ضحيتها ناس كتير جدا، خصوصا كان في محافظه اسوان. ولكن الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا حمانا من هذا الشر خلال السنوات اللي فاتت. بدا يبقى في وعي وفي جهد كبير جدا وتركيز شديد جدا على البنيه الاساسيه في هذه المناطق، خصوصا ما يتعلق بمخرات السيول وتبطين مخرات السيول، تنظيف مخرات السيول، تمنع الناس ان هي تبني بشكل بلا وعي في اماكن مخرات السيول وجرف السيل، فبالتالي لما يحصل حاجه زي كده بتنهار البيوت، ناس بتتعرض للوفاه وما الى ذلك. ولكن الحمد لله ده نتيجه لجهد الحقيقه، لازم نقول لكل الناس اللي تعبت واشتغلت في هذا العمل الشاق في الصحراء في عز الحر عشان ينظفوا مخرات سيول ويبطنوا مخرات سيول، يعملوا اماكن خزانات واماكن تجميع لمياه السيول ومياه الامطار اللي كمان بتستخدم في مشروعات زراعيه ولو حتى خفيفه وتشجير. فده الحقيقه شغل محترم جدا وشغل راقي جدا، لازم نشكر كل الناس اللي تعبت وقامت على هذا الجهد في وزارة الموارد المائية والري وكمان في هذه المحافظات. ده ياخدنا الحقيقة للي بيتم في البنية الأساسية والبنية التحتية. النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عمل كده فيديو لطيف سريع كده بيتكلم فيه على الجهود اللي حصلت في مجال تحسين البنية الأساسية والبنية التحتية في مصر، واعتقد ده يعني واضح للعيان سواء لينا احنا كموجودين في الشوارع بنشوف كل مكان في مصر النهارده بنلاقي فيه وسيله مواصلات جديده بيتم انشائها، بنلاقي طريق بيتفتح ما كانش موجود قبل كده، رفع كفاءه الطرق كانت بنسميها طرق موت لسنين طويله جدا، ولكن الحال الحمد لله برب العالمين وبجهد الناس وبجهد المخلصين من ولاد البلد دي الحال اتحسن في البنية الأساسية بشكل كتير، سواء نتكلم على كهرباء، نتكلم على مياه شرب، نتكلم على تبطين ترع، نتكلم على إسكان، نتكلم على استثمارات ضخمة جدا تم ضخها خلال السنين اللي فاتت في آلاف المشروعات اللي تمت على أرض مصر على مختلف أنواعها وتصنيفاتها. نشوف مع حضراتكم كده الفيديو ده ونرجع تاني.